كان عندي لحضرتك كام سؤال كده، بس يا رب تستحميني يعني. هستحملك والله. حاضر، يلا. السؤال الأول، طبعا مثلا لو عملت ذنب، تمام، لو ايه؟ لو عملت ذنب وتوبت عن الذنب ده وكده، فكم من شروط التوبة ان انا لو ظلمت حد ارد الظلم ده؟ صح، تمام تمام طيب، انا كنت مثلا ظلمت حد معين، وبصراحه سالت ناس كتير، وسالت ناس يعني على علم وكده، فقالوا لي لا توبي وارجع ربنا وكده، بس ما تعرفيش الشخص ده، اصل انا مثلا ظلمت بس هو ما عرفش ان انا ظلمت. طيب تمام ماشي، هجاوب. طب انا اعمل ايه؟ طيب دي نقطه. طيب هجاوبك على دي. حاضر. النقطه الثانيه ان انا حاليا مخطوبه، تمام، وفي عقد كمان شهر ان شاء الله. يا ايه هي الضوابط اللي انا امشي بيها في العقد؟ الله عليكي. حاضر. انت عايزه لك حلقه يا شهر. حاضر. ثالث حاجه، الفجر بقى احيانا بيبقى في ايام عندي بروح مني مش عارفه ايه، بنام بدري، بنام على وضوء، بنام بأفكار، بس بيضيع مني، بس مش عارفه بقوم انا بقوم زعلانه، بس مش عارفه اعمل ايه. حاضر، هقول لك يا حبيبتي. والله انت كل سؤال عايز حلقه لوحدها. اسمعيني يا شهد، ذنب وظلمت ناس، وبعدين انا ارد المظلمه، فسالت ناس قالوا لي لا ما تقولولهمش. لو انا كلمت كلام سيء على الناس، او ان انا ظلمت ناس في موقف، اجي في نفس الموقف في نفس المحفل وانصر هذا الشخص اللي انا قلت عليه او ظلمته بالكلام او بالفعل، وانصره في نفس الموضع اللي انا خذلته وظلمته فيه. طيب نروح نقول له ونستسمحه، قول يا اللهم اغفر لنا وله، لان ساعات في الاولاني يتسبب قطيعه اكتر. اقول اللهم اغفر لنا وله، ده صح. رقم اتنين يعني ادعو له بالمغفره. رقم اتنين، اجي في الموطن اللي انا ظلمته فيه او اتكلمت عليه في كلام، وانصره واقول كلام طيب في حقه زي ما قلت كلام يسيء لي. تمام كده، ده اول سؤال. تاني سؤال، ضوابط العقد. الله عليكي. بصي، ضوابط العقد هو له منك كل شيء الا الجماع. له منك كل شيء، بس ادي كل حاجه مرحله. احنا بنقول على الاقل ما يطولش العقد عن شهر او شهرين. الخطوبه بالعقد كلها 6 شهور باكج كده، هي 6 شهور وبعد كده خلاص يبقى البناء. في الفتره ديت يا ريت يعني ما تتخففيش قوي من ملابسك، ما يبقاش الدنيا يعني لا ما خلاص بقى ما هو زوج وبتاع كده يعني. برضه هو يشوف كل حاجه يعني يشوف مثلا سمت طيب، يشوف مثلا انت لابسه حلو، يشوف الكلام ده بشكل طيب، ولكن بلاش تقفري قوي واللبس المفتوح قوي والقصير، يعني ما فيش داعي للكلام ده. خدوا المراحل بمراحلها، يعني مثلا اصل هو دلوقتي مسك ايدي فيحل له ان يمسك الايد، ما تعدوش مرحله الايد بسرعه وتنتهوا على اللي بعديها. خدوا كل مرحله اديها وقتها وعيشوا الفتره دي، ويا ريت نعجل بموضوع البناء، بلاش فتره العقد تطول. وانا من الناس اللي مش من انصار ان يبقى العقد طويل تماما خالص، لا بالعكس، ممكن يبقى قبليها على الاقل شهر تتعودي عليه وما تتخضيش والكلام ده، تنزلوا تجيبوا حاجه مع بعض، اهو ماشيين مش عارفه ايه، اهو يعديكي طريق ماسك ايدك، يعني حلو الكلام اللي هو البسيط ده، لكن الـ الامر في اكتر من كده لا. يجي بقى يقول لك انا مش عارفه ايه، وانا مش عارفه محتاج ايه، بلاش الدنيا، انا مش من انصار الامر دوت يعني. ويبقى برضو الباب يعني مفتوح موارد، بس ما هو برضو مفتوح يعني، وبلاش الخلوة التامة يعني، بلاش الخلوة التامة، لان طبعا يعني الشاب وعقدت بصر وما صدق انه عقد ومش عارفة ايه، وانت نفس الكلام وبتحبيه، ما فيش داعي للكلام ده. لكن هو له منك ده حقه وتامل، بس يعني ايه الهوينه وبالراحه، وعجلوا بالبناء. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، اجتمعوا على طاعه بقى، اعرفوا تدرسوا ايه مع بعض، ايه الوسائل، ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، ايه الحاجات اللي هنعملها بيتنا. دايما اتكلموا في المستقبل، طموح، انا في المستقبل وانت معايا، عيني معاك في المستقبل، هنربي الاولاد ازاي، اي مدرسه، هنتعتمد قد ايه لو اتشاكلنا، طب نصالحني ازاي، طب انت مره تصالحني ولا مره صالحك. اتفقوا الاتفاقات الجميله دي عشان الدنيا جميله ما شاء الله جايه بعد كده سنين. اتفقوا على الحاجات اللي تعينكم بعد كده ان يفضل الحب ما بينكم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بزيجه صالحه ليك. اللهم امين.